ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة الشريفة أبوه عبد الله، وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجح 9 أشهر قمرية، وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه، حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحضيرة القدسية، وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه، ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غراء، ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء، يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء، وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء. مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم ووباء، وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء. أطل اللهم قبره الكريم بعرف شذيم من صلاة وتسليم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه.